أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في فقه السادة المالكية بالأدلة النقلية. وقد انتهينا من باب الرسل، وسوف نبدأ في باب التيمم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: فصل. إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر أو قدرة على استعماله، أو خوف حدوث مرض أو زيادته، أو تأخر برء، أو عطش محترم ولو كلبا، أو تلف مال له بال بطلبه، أو خروج وقت باستعماله، أو فقد مناول أو آلة. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على الطهارة المائية من الوضوء والغسل وما يتعلق بها، انتقل يتكلم على الترابية، وهي التيمم وما يتعلق به من الأحكام. والتيمم هذا من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع للتخفيف، كما قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. فهو من الأمور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وشرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة في غزوة المريسية، كما يقول سيدنا أبو هريرة، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا في سفر فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، وذلك بسبب عقد ضاع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن العقد الذي ضاع. وهذا المكان
ليس فيه ماء يقال له ذات الجيش بين المدينة وخيبر. فأخذ يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فشكى الناس إلى أبي بكر الصديق من شأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا إنها تسببت في مكس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء، يعني الصحابة ليس معهم ماء والمكان ليس فيه ماء. فجاء سيدنا أبو بكر وأخذ يضرب السيدة عائشة رضي الله عنها في خاصرتها بيده وهي لا تتحرك، قالت وما منعني أن أتحرك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فخذه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام لا يوقظه أحد، فكانوا لا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم خوفا من أن يكون يوحى إليه وهو نائم حتى لا ينقطع عنه الوحي، فكان يستيقظ وحده صلى الله عليه وسلم. فهي لم تتحرك، أبوها يضربها بسبب أنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في مكان ليس فيه ماء وليس معه ماء بعد البحث عن العقد. فالمهم نزلت آية التيمم بسبب ضياع عقد السيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال سيدنا أسيد بن حبيب أحد النقباء نقباء الأنصار، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ نزلت آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، في آخرها وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الخصيصة أو هذه البركة بسبب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالتيمم من الخصائص، أما الوضوء ليس من خصائص الأمة لأن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، أما التيمم فهو من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع للتخفيف كما قال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ضيق، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لأن الأنبياء السابقين كانوا يصلون في أماكن معينة، يعني مهما سافر الإنسان منهم ويعني ساح في الأرض لكن لا يصلي إلا في المكان المحدد له، وإذا فقد الماء لا يصلي. لكن الأمة المحمدية جعلت الأرض كلها مسجدا لهم وتربتها جعلت طهورا لهم، يعني إذا لم يجد الماء وضع يديه على التراب ومسح وجهه ويديه وصلى، يعني ليس هناك أخف من هذا، يعني ضربة والثانية سنة ومسح الوجه، يعني يمسح إيه؟ يعني فرضين من الوضوء، وليس يعني لا يمسح الرأس ولا يمسح الرجلين، وإنما يمسح شيئين فقط، عضوين فقط من أعضاء الوضوء، الوجه واليدين فقط، وهذا غاية التخفيف إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يكون هناك عذر لأحد،
ويعني معظم المرضى وأصحاب الأعذار يتركون الصلاة تماما. يعني تسأل أي مريض: أنت تصلي؟ يقول: لا أصلي، أنا مريض ولا أعرف ماذا أصنع، والبول والنجاسات وعدم الاستبراء وعدم الاستنجاء. طبعا ما عندوش أي خلفية عن أي فقه في الصلاة، ولا يعني يسأل، ولا يسأل أحدا من أهل العلم إنذاره، لا يسأله عن شيء، وإنما هو يترك الصلاة أسبوعين، شهرا، شهرين، ثلاثة أشهر، عاما كاملا، ويظن أنه يعني يقضي هذه الصلاة، ويظن أنه محسن بذلك. لكن هو طبعا على شفا حفرة من النار، يعني لو مات مات تاركا للصلاة، فهو على خطر عظيم، يعني ممكن يختم له بغير الإيمان والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأنه مرتكب كبيرة. القرآن قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هذا واد في جهنم والعياذ بالله، لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، كما يقول سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي، فرأى رجلا لا يصلي، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني لا يوجد ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك الصعيد الطاهر، يعني التراب، إنما يكفيك الصعيد الطاهر، يعني بدل الماء تتيمم وتصلي حتى ولو كنت جنبا، إنما يكفيك الصعيد الطاهر، ولا حدود للتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطاهر طهور المسلم ولو 10 سنين. إن الصعيد الطاهر أو الطيب طهور المسلم، يعني بدل الماء ولو 10 سنين، ولو يعني العدد لا مفهوم له، يعني واحد لو تيمم 40 عاما، 50 عاما، إلى آخر عمره الصلاة صحيحة. فالطهارة الترابية بدل الطهارة المائية، سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، يباح له أن يصلي بالتيمم سواء كان جنبا أم محدثا حدثا أصغر. انظر إلى يعني هذا التخفيف على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فصل: إنما يتهمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر أو قدرة على استعماله. قال الشارح رحمه الله: إن اعلم أن التيمم لا يجوز ولا يصح إلا لأحد أشخاص 7، يعني أحد أوصاف 7، هذا معنى كلمة أشخاص، يعني الذي يوصف بهذا الوصف يتيمم. الأول: فاقد الماء، الشخص الذي يفقد الماء، الماء الكافي للوضوء أو الماء الكافي للغسل، بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لا يكفي، يعني يملك مياه قليلة لا تكفيه لا للوضوء ولا تكفيه للغسل،
يعني تكفيه للشرب مثلا، يجعل الماء للشرب لأن حفظ النفس واجب، ويتيمم. الشخص الثاني فاقد القدرة على استعمال الماء، يعني أن الماء هنا موجود، ولذلك القرآن لما قال فلم تجدوا ماء، يعني حقيقة أو حكما، يعني لا يجد ماء أصلا أو يجد ماء ولكن لا يقدر على استعمال الماء، يبقى ده فاقد الماء حكما، الماء موجود لكن يضره استعمال الماء، إذن يتيمم. فاقد القدرة على استعماله، أي من لا قدرة له عليه، وهو شامل للمكره، يعني على سبيل الفرض واحد هدد واحد قال له إيه، إن توضأت قتلتك أو قطعت يدك أو قطعت رجلك، تلف نفس أو تلف عضو، هو مهدد بهذا، يبقى إذن يتيمم. المربوط المكره والمربوط، حتى ولو كان مربوطا بقرب الماء، الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله، يعني واحد مقيد بجوار ميه لكن لا يستطيع ان يفك نفسه ليتوضا، يبقى يتيمم على الارض ويصلي في مكانه. والمربوط بقرب الماء، والخائف على نفسه من سبع او لص فيتيمم، يعني الماء بجوار سبع او كلب مثلا عقور بجوار الماء ولا يوجد غيره، فان ذهب ممكن يقتله، يبقى يتيمم. او حارس مال يخاف ان ذهب للوضوء والبحث عن الماء سرق اللص المال، ما له ما؟ يبقى الحارس يتيمم ويصلي في مكانه. ده ينفع طبعا الناس الحراس، وينفع العساكر اللي هم في خدمات الجيش، ما يقدرش يترك الخدمه والماء بعيد، وطبعا لو ذهب للوضوء ياخذ محاكمه عسكريه ممكن يسجن فيها، وممكن مثلا يعني واحد يسطو على هذا المكان ويأخذ مثلا أسلحة، يأخذ ذخيرة، يأخذ أي شيء هو عهدة عنده، يبقى ده يعافى من الوضوء ويتيمم حتى ولو كان الماء قريبا، لكن يخاف إن ذهب ضاع الشيء الذي يحرسه. قال فيتيمم كل منهما، أي المكره والمربوط والخائف على نفسه من سبع الأرز، فيتيمم كل منهما في السفر والحضر، يعني سواء كان الخائف على نفسه من السبع أو اللص في الحضر أو في السفر، حتى ولو كان سفر معصية. قال خلافا لما مشى عليه الشيخ من تقييده بالسفر المباح، لما تقدم من القاعدة في مسح الخفين، الشيخ ذكر قاعدة هناك في باب المسح الخفين ذكرناها، قلنا إيه؟ إن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر، كل رخصة جازت في الحضر جازت في السفر مطلقا، حتى ولو سفر معصية، زي المسح على الخفين، فالمسح على الخفين جائز في الحضر والسفر، يبقى حتى ولو سفر معصية يمسح على الخفين. أما الرخصة التي لا تجوز في الحضر كقصر الصلاة أو الفطر لا تجوز إلا في سفر الطاعة أو سفر المباح، السفر المباح، دي قاعدة. فهنا التيمم يجوز في الحضر والسفر،
حتى ولو كان سفر معصية. فقوله بسفر أو حضر ليس خاصا بالأول، بل هو جار في الجميع، للمكره والمربوط والخائف، سواء في السفر أو في الحضر. وقوله أو قدرة عطف على ماء، لفقد ماء أو قدرة على استعماله. الثالث قال أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر به. دي مسألة طبعا من المسائل المهمة جدا، وهو الواجد للماء القادر على استعماله، ولكن خاف باستعماله حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك. يعني أن الماء إذا تسبب في مرض بأن قال له الطبيب، يعني مثلا لا تمس الماء، زي مثلا واحد محروق لو استعمل الماء تحول الحرق هذا إلى جرح دام، إذن هذا يتيمم. ومحروق طبعا في أعضاء الوضوء، في الوجه واليدين والرأس مثلا والرجلين، يبقى إذن ده يتيمم حتى ولو كان باقي الجسم سليما. فنحن نزلنا هنا أعضاء الوضوء. أو واحد مثلا خاف من استعمال الماء من نزلة البرد، بس طبعا إذا كان يقدر على التسخين يبقى يسخن الماء. يعني واحد يقول لك لو توضأت بماء بارد تحصل عندي نزلة أو زكام، يبقى نقول له سخن الماء. يبقى إن عجز عن التسخين تيمم على سبيل الفرض يعني. وده لا يكون إلا مثلا في طريق سفر، يعني مفيش مكان يسخن فيه الماء، والماء طبعا بارد. وحدث هذا مع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال سيدنا جابر بن عبد الله في سنن أبي داود وغيره، يقول كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه، وكان جنبا، فقال هل تجد لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعماله. فاغتسل فمات، لأن الرأس طبعا المفتوحة لما يجي فيها مية لا شك أنه يحصل تلوث فيموت، فمات الرجل. فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. شوف الزجر والتخويف، قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي هو الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يغتسل ويعصب، يعني يعصب على جرحه ويمسح، كان يشيها، كان يعصب عصابة على رأسه ويغتسل ويمسح على رأسه. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في مثل هذه الحالة ماذا يصنعون. إذن فالاستعمال الماء إذا كان يحدث ضررا أو موتا، يعني يبقى يحرم استعمال الماء. ولذلك العلماء بعضهم قال التيمم رخصة وقيل عزيمة، لأنه بدل، والقرآن قال فلم تجدوا ماء،
لأن الرخصة ممكن تفعلها وممكن إيه؟ لا تفعلها، لكن العزيمة لا بد أن تفعلها. واحد، يعني فلم تجدوا ماء، يبقى إذا لم تستعمل الماء لم تصل. يبقى إذا لم تستعمل التراب بدل الماء ما صليت، يبقى هو عزيمة. والقرآن قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن. فاستعمال التراب مكان الماء لمن يخاف حدوث المرض أو زيادة المرض أمر واجب لا بد أن يتم. أو كان القادر على استعماله مريضا وخاف من استعماله زيادة مرضه في أمراض جلدية معينة، إذا استعمل الإنسان الماء لها زادت. ولذلك تجد الطبيب يقول له لا تستعمل الماء أسبوعا أو 3 أيام أو 10 أيام، يبقى ده حكمه إيه؟ التيمم. أو تأخر البرد، يبقى عندنا حدوث مرض وزيادة المرض وتأخر الشفاء، 3 أشياء. وبعدين الأشياء دي تسبب بإيه؟ إما بإخبار طبيب يقول له الماء يحدث لك مرض، أو يزيد المرض، أو يؤخر الشفاء، يؤخر البرد. طبيب، إما بإخبار طبيب عارف مسلم حاذق، إخبار طبيب مسلم حاذق يعني قوي في علم الطب، لأنه في جاهل. أو بالتجربة، يعني جرب فزاد المرض أو حدث مرض، يبقى خلاص التجربة خير شاهد كما يقولون، العيان أقوى الأدلة. ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب عارف، العادة اللي هي التجربة يعني. فقوله أو خوف عطف على فقد ما، أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برده، أمور 3. يعني الماء موجود لكن يخاف من استعماله هذه الأمور 3 أو أحد هذه الأمور 3، مش معناها يعني حدوث المرض وزيادة وتأخر الشفاء، لا، ده كل واحد منهم سبب مبيح للتيمم. خلي بالك في ناس يبقى فرضها التيمم وتثقل على نفسها وتتحمل الضرر وتتوضأ، لكن هذا تنطع في الدين، وقد يأثم الإنسان به، لأن القرآن نهى عن هذا، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد ثاني يتيمم وليس فرضه التيمم، يعني واحد مثلا عينه مثلا عمل فيها عملية بس وحط عليها عصابة، تلقاه يتيمم. فتتيمم ازاي؟ أنت تتوضأ وتمسح على الجبيرة، لكن هو طبعا يفتي نفسه بنفسه، أنت بتتيمم ليه؟ أصل عيني وجعان عامل فيها عملية. طب وباقي أعضاء الوضوء عامل فيها عملية؟ مش حاجة. يعني باقي الوجه، يعني مكان العين ده بالعصابة ما يسويش ربع الوجه. طيب وباقي 3/4. طب والرأس؟ طب والذراعين؟ طب والرجلين؟ فيهم حاجة؟ لا. ده طبعا لو صلى 15-20 يوم هيعيد من تاني.
ليه؟ لأنه تيمم وليس من الأشخاص السبعة الذين يتيمم، لكن هو بيفتي نفسه، يفتي نفسه بنفسه. في النقطة دي بالذات، نقطة المرض دي بالذات، أو واحد مثلا دراعه مكسور، دراعه مكسور ومجبس، تلقاه برضه إيه؟ يتيمم. يتيمم ليه؟ يقول لك عشان دراعي مكسور في جبس. طب ده زراعة، من باقي الأعضاء سليم. يبقى إذا أنت تحتاج إلى المسح على الجبيرة، اللي هو إيه؟ الجبس اللي أنت عامله ده تمسح عليه وباقي بإيه؟ وباقي الأعضاء تغسل، لأن غسل السليم لا يضر الصحيح، دي العلم. لكن لو فيه مرض معين، لو غسلنا الأعضاء الصحيحة يضر العضو المريض، يبقى يتيم. يعني مثلا لو واحد مريض بالربو أو الصدر، عافانا الله وإياكم، لو توضأ يعني يهيج عنده الكحة ويضيق نفسه حتى ولو بالماء الساخن، ده مع التجربة، فده يتيم طول حياته يتيم. أنا أعرف واحد يعني كان ظل مريضا للربو يتيمم إلى 85 سنة، يعني تيمم أكثر من 50 عاما، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصبره على المرض. لكن هو فرض التيمم، لا يستطيع الوضوء لا بماء بارد ولا بماء ساخن، يهيج عنده إيه؟ الحساسية الصدر. سبحان الله، بلاء أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أو عطشي محترم ولو كان، قال هذا هو السبب الرابع من الأسباب المبيحة للتيمم. قال وهو الخائف، الشخص الخائف عطش حيوان محترم شرعا من آدمي أو غيره. الماء هنا، الماء موجود والشخص سليم، ولكن الماء يحتاجه في إيه؟ في الشرب، سواء كان يحتاج لشربه الشخص أو عطش حيوان. قال ولو كان كلبا، بس الكلب اللي هو إيه؟ للصيد أو الحراسة، الكلب المأذون فيه، الكلب المأذون فيه، الكلب المأذون فيه اللي هو كلب الحراسة، كلب الغنم، كلب الصيد، ثلاثة دول اسمه إيه؟ الكلب المحترم. لكن الكلب الحربي العقور ده اللي يقتل في الحل والحرم، لا ده يموت أحسن، بخلاف الحربي والكلب الغير المأذون فيه. وكذلك المرتد، لأن المرتد غير محترم وغير معصوم الدم. المرتد من بدل دينه فاقتلوه، يعني لو خفنا عليه العطش يقتل بالعطش، لأن دمه إيه؟ هدر. لا يجب علينا حفظ دم المرتد، يقال له دمه هدر، يعني حتى لو واحد قتله خطأ لا دية عليه، ولو قتله عمدا عليه اسم التعدي، تعدي القتل، وليس عليه القصاص، لأنه أصلا يقتل، لكن يقتل من قبل الحاكم. لكن لو قتله إنسان خطأ لا دية عليه ولا كفارة، لا دية ولا كفارة.
ولو قتله عمدا لا شيء عليه، أي لا قصاص عليه، ولكن عليه إثم التعدي على الحاكم بس. إذن فلو عطش المرتد وتوضأنا ما أثمنا، لا نأثم. لكن الإنسان المحترم والحيوان المحترم كذلك ده إيه؟ يعني نوفر له الماء ونتيمم. أو عطش محترم ولو كلبا، اللي هو الكلب المأذون فيه. قال والمراد بالخوف هنا هو الخائف عطش نفسه أو عطش الحيوان، اللي هو الاعتقاد أو الظن، الظن الراجح، أي ظن التلبس بالعطش ولو في المستقبل. يعني الآن ما فيش عطش، لكن إحنا في سفر والعطش سيحدث إيه؟ في الأمام، يعني بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، ولو في المستقبل، أي العطش المؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، ولا ليس مجرد العطش، لأنه ممكن لو هنعطش ساعة 2 وبعدين نلقى الماء يبقى لا، يبقى نتوضأ ويبقى إيه؟ حينما نذهب إلى الماء نشرب ولا نمسك الماء. أو تلف مال له بال بطلبه، هذا هو السبب الخامس. قال وهو الخائف بطلب الماء تلف مال، تلف مال بسرقة أو نهب. والمراد بما له بال ما زاد على ما يلزمه شراء الماء به لو اشتراه، وسواء كان المال له أو لغيره. وهذا إذا تحقق وجود الماء المطلوب أو ظنه، فإن شك في وجوده تيمم ولو قل الماء. ده الشخص الخامس أو السبب الخامس، اللي هو إيه؟ الخوف بطلب الماء، تلف المال بسرقة أو نهب، زي ما ذكر هناك اللي هو الخائف على نفسه من 7 أو لص فتيمم كل منهم. هنا خائف على المال اللي هو الحارس، الحارس يعني لو ذهب وطلب الماء ودور عليه هيحصل إيه؟ هيحصل سرقة أو نهب. أو واحد ممكن يأتي ويحرق الإيه؟ المال. بس يقول لك المال الذي له بال وليس مجرد المال، يعني ما زاد على ما يلزمه شراء الماء به لو اشتراه. طبعا يعني معناه ايه؟ هيشتري الماء ب5 جنيه، ب10 جنيه، ب20 جنيه، يبقى لازم يكون المال ده له ايه؟ له بال. يعني نقول يقال انه خسارة مثلا في ضياع. لكن لو المال مثلا زهيد وقليل يبقى مش مشكلة، نتوضأ حتى ولو ضاع هذا المال القليل. يعني في عصرنا هذا مثلا يقدر بال100 جنيه أو ال200 جنيه، خاف لو ترك مقدارها، يعني مش معناها انه هي يعني خايف على اللي معاه، ما هو ممكن يذهب وهي معه يبقى لا يخاف عليه، لكن هو يخاف على بضاعة مثلا تساوي 100 جنيه أو 200 جنيه، لو تركها وذهب إلى الماء سرقت أو نهبت أو حرقت، يبقى في الحالة دي يكون بجوارها ولا يتركها ويتيمم ويصلي في مكانه، سواء كان هذا المال له أو لغيره. يعني لا فرق بين مالك ومال الغير. يقول لك لأن مال الغير كمالك، لأنه طبعا المال من الكليات الخمس كالنفس،
النفس، المال، الدين، العرض، العقل. هذه الأشياء لابد من الإيه؟ من المحافظة عليها. فانظر هنا في التيمم المحافظة على المال، المال الذي له بال، يعني يخاف عليه ويحزن عليه إذا ضاع. لكن مال زهيد يبقى الصلاة خير منه، الصلاة بالوضوء خير من هذا المال القليل. لكن بشرط تحقق وجود الماء، يعني لا يذهب وهو يعني يشك في هل فيه ماء ولا مفيش ماء، يعني لكن عارف ان هناك بئر مثلا او حوض فيه ماء، يبقى خلاص كده يبقى يذهب حتى ولو باع المال القليل الذي يعني لا ينظر اليه ولا يلتفت اليه. لكن إن شك في وجود الماء يبقى يتيم. حتى ولو قل الماء أو خاف خروج وقت باستعماله، ده السبب السادس، وهو الخائف باستعمال الماء خروج وقت الصلاة وأولى بطلب. خلي بالك دي مسألة عندنا في المالكية فقط، لكن عند بقية أهل العلم الجمهور لا يعني يتوضأ ولو خرج الوقت. يعني عندنا إذا خاف باستعمال الماء خروج الوقت أو وأولى بطلبه، يعني البحث عنه، يعني معنى استعمال الماء يعني الوضوء أو الغسل، يعني يخاف لو اغتسل أو توضأ خرج الوقت، يبقى يتيمم ويصلي. وأولى طبعا إذا طلب الماء خرج الوقت يبقى من باب أولى يتيمم، فإنه يتيمم ولا يطلب ولا يستعمله إن كان موجودا محافظة على أداء الصلاة في وقتها ولو الاختياري، ولو الاختيار يعني المراد بعدم ضياع الوقت، الوقت الاختياري، يعني نجيب مثلا الظهر مثلا، واحد استيقظ قبل العصر بخمس دقائق، يبقى هذا لا يكفي للغسل مهما يفعل. ولو توضأ خرج الوقت، أذن العصر، يبقى خرج وقت الظهر الاختياري. يعني هنا يجوز له أن يتيمم ويصلي الظهر في وقته. واحد استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، يبقى لا يستطيع الغسل في الخمس دقائق، يبقى يتيمم ويصلي الصبح الفرض، يصلي الفرض. قال فإن ظن أنه يدرك منها أي الصلاة ركعة في وقتها إن توضأ أو اغتسل فلا يتيمم. يعني لو واحد مثلا باقي خمس دقائق، لو توضأ أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، أو أدرك ركعة من الظهر قبل أذان العصر، أو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، هنا الضروري عنه، يبقى يتيمم ويصلي. يعني لا، يتوضأ ويصلي في الحالة دي، يتوضأ ويصلي، لأنه يعني الوضوء ممكن دقيقتان أو ثلاث دقائق تكفي، فلو أدرك ركعة يبقى يتوضأ ويصلي. لكن باقي مثلا دقيقتين، لو توضأ خرج الوقت يبقى يتيمم ويصلي. هذا هو الضابط يعني.
ويتعين عليه إذا يعني إذا أراد الوضوء لإدراك ركعة أن يقتصر على الفرائض، يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، كل ده اختصارا للوقت لإدراك ركعة واحدة. أنت تتعجب طبعا علشان أنت بتشوف الناس يعني يخرجون الصلاة عن الاختيار والضروري بالجلوس تحت الحوائط مش بالنوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أو إنما التفريط في الذي لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا هو التفريط. لكن النوم لا تفريط فيه. احنا ذكرنا مسألة في باب الحج، يعني في باب الحج في المحافظة على ايه؟ على وقت الصلاة، وإن واحد جاي في ليلة العيد قبل طلوع الفجر وهو ذاهب إلى عرفة، لو وقف وصلى العشاء خرج وقت عرفة وطلع الفجر، هل يصلي العشاء أو يدرك الحج عرفة؟ فبعض العلماء قال يصلي العشاء ولا يدرك الحج محافظة على الصلاة في وقتها، لأن الحج وقته العمر، يحج العام القادم. وبعضهم قال يدرك الحج للغرامة المالية لأنه عبادة بدنية ومالية، فعدم طبعا الحج يعني فيه غرامة مالية قد لا يتيسر له الأمر بعد ذلك. القول الثالث قالوا يصلي بالإيمان وهو ماشي ليحافظ على الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها، ويدرك عرفة، يدرك الوقوف بعرفة، ثم يعيد الصلاة احتياطا، لأنه مش فرض أن يصلي وهو واقف وماشي. قالوا هذا يعني تصرف حسن وجمع مستحسن، العلماء يقولوا كده، يعني يصلي وهو ماشي احتراما للصلاة ومحافظة عليها في وقتها، ويدرك عرفة، لأنه طبعا لما يصلي وهو ماشي يبقى بيستغل الوقت، يحافظ على وقت الصلاة ويحافظ على وقت الحج، لأنه مجرد ما يضع يد رجله في أرض عرفة أدرك الحج، ما دام إيه؟ قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، ولو بمقدار الله أكبر. هذا هو الله أعلم وأحكم.